حضرتك تحبي تاخدي تور في الحضانه؟ يا ريت. اتفضلي معانا حضرتك. قبل ما تخلص قهوتك تكون المدام رجعت على طول. احنا مؤسسه المانيه تعليميه تاسست في عام 2000، بنعتمد طبعا على النظام المونتسوري في التعليم. احنا عندنا فروع كتير جدا، منها بلجيكا، فرنسا، دبي، كذا حته في العالم. انا اللي اقنعت مدام جاكلين ان احنا نفتح هنا في مصر، وهي ما صدقت لان هي بتحب مصر جدا ونفسها تعيش فيها من زمان. اتفضلي معايا. اين زباي دراي فيا. Guten Tag, Frau Paula. Hallo, ich bin Frau Paula. Willkommen in unserer Klasse. طبعا احنا الكلاس عندنا ما بيبقاش فيه اكتر من 10 طلاب، ولازم المدرسين عندنا يبقوا المان عشان نضمن جوده النطق. Auf Freumen. Das Klasse ist sehr gut. Danke schön. Tschüss. Bitte schön. Bitte schön. Tschüss. Mr. Klaus is our music teacher. He used to head the German orchestra, the official one. Kann ich dich später sehen? Sascha. بس اللي انت هو خش اقعد جوه. خشوا تصدقون. ديسكي توب. ديسكي بار. ديسكي بار. كليك يمين. كليك يمين. كليك شمال. كليك شمال. اصل حضرتك مش هينفع اخش على الالماني على طول، العيال تتعقد. طبعا احنا عندنا الفصل بيبقى فيه 10 طلاب بس، وكل الت شيفت. اتفضلوا حضرتك معلش. الت كنترول شيف. مستر نمار عندنا احسن مدرب هندي في مصر تقريبا. هو طبعا عنده خفه دم هندي ملحوظه. كونتينيو كونتينيو بليز. It's okay.